تحية طيبة من إندبندنت عربية، وإليكم النشرة الإخبارية لأبرز أحداث اليوم. والبداية من غزة، حيث تواصل الطائرات الإسرائيلية قصف مناطق متفرقة في القطاع على وقع معارك عنيفة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي في خان يونس جنوبي غزة، وأدى القصف إلى مقتل وإصابة العشرات، وهو ما يرفع عدد القتلى الفلسطينيين إلى أكثر من 29,700 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. في هذه الأثناء، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيعني نهاية برامج المساعدات الإنسانية في غزة، وأشار أن التقاعس بشأن غزة قوض مجلس الأمن بشكل قاتل حسب تعبيره. كلام غوتيريش جاء بعد ساعات من إعلان الحكومة الإسرائيلية التحضير لخطة لإجلاء المدنيين من رفح التي تأوي 1.5 مليون شخص. يأتي ذلك بينما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية استقالة حكومته، قائلاً إن المرحلة القادمة تحتاج إلى تدابير سياسية وحكومية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الجديد في غزة. في لبنان، شنت الطائرات الإسرائيلية قصفاً استهدف محيط مدينة بعلبك شرقي البلاد في هجوم هو الأول من نوعه منذ بدء التصعيد على جانبي الحدود، وأسفرت الهجمات عن مقتل عنصرين من حزب الله، وجاءت بعد وقت قصير من إعلان الحزب إسقاط مسيرة إسرائيلية فوق منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان إلى ليبيا في زيارة رسمية، يلتقي خلالها رئيس مجلس الرئاسة محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد لدبيبة. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان لدبيبة مبادرة لإحلال السلام في السودان. ميدانياً، قصف الجيش السوداني بالمسيرات عدداً من المواقع التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، ويجري عمليات تمشيط واسعة في حي بيت المال شرقي أم درمان. قالت وكالة الفضاء اليابانية إن مركبة الهبوط على سطح القمر سليم نجحت بشكل غير متوقع من ليلة قمرية متجمدة، وأعادت الاتصال بالأرض بعد توقفها عن العمل للمرة الثانية. ونفدت طاقة المركبة الشهر الماضي أثناء عملية الهبوط بسبب انقلابها وانحراف ألواحها الشمسية، لكنها استعادت طاقتها بعد أسبوع بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس. هذه كانت أبرز أخبار اليوم، شكراً لكم، ولمزيد من الأخبار تابعونا على موقع إندبندنت عربية.